تستمر الدورة 13 من معرض عطايا الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم حملة تراحم من أجل غزة، ويستمر لمدة 6 أيام في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، ويقام بشراكة استراتيجية مع ديوان الرئاسة وديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبدعم من بنك أبوظبي التجاري. ويعكس المعرض في كل عام الجانب الإنساني بطريقة مختلفة، حيث ينتقل إلى موقع جديد ويشارك فيه هذا العام أكثر من 140 عارضا من عدة دول، ويشهد تواجدا ملحوظا من العارضين من الإمارات. ويضم المعرض نخبة من رواد الأعمال والمصممين الذين تم اختيارهم بعناية من قبل لجنة عطايا العليا، ويسلط المعرض الضوء على المعروضات المصممة من قبل مبدعين وفنانين ومصممين على المستويين المحلي والعالمي في عدة مجالات إبداعية كالأزياء والمجوهرات والإكسسوارات المنزلية والعطورات وغيرها. أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن تمويل 132 مشروعاً بحثياً متنوعاً في جميع التخصصات العلمية في الجامعة بهدف دعم الباحثين في استكشاف مواضيع مبتكرة وحل التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع. هذه الخطوة تعكس التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز البحث العلمي والابتكار وتقديم دعم قوي للمجتمع البحثي، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الدولة، وذلك ضمن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار. أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأمن السبراني في الإمارات اليوم عن افتتاح أكاديمية جامعة خليفة للأمن السبراني، والتي توفر برامج تدريب معتمدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتدرب الأفراد والطلبة والشركات والمؤسسات في المجالات المتعلقة بالقضايا الأمنية من خلال العمليات التكنولوجية والتنظيمية والمنهجية، كما تمنحهم شهادات معتمدة بعد إنهاء متطلبات البرنامج. وتم تزويد أكاديمية جامعة خليفة للأمن السبراني بالمنصات نفسها التي توفرها شركة ليوناردو في إيطاليا وفي جميع أنحاء العالم، كمنصة سايبر وينج التي يعتمد تصميمها على المحاكاة والتشغيل المشترك لتوفير محاكاة عالية الدقة لسيناريوهات التشغيل التفاعلية. وتوفر الأكاديمية مبادرات تدريبية خاصة تلبي حاجات المؤسسات داخل دولة الإمارات. حصدت جزيرة ياس وجزيرة السعديات 170 جائزة إقليمية وعالمية خلال عام 2023، ما يؤكد تميز جزيرة ياس وجزيرة السعديات بصفتهما وجهتين رائدتين للترفيه في منطقة الشرق الأوسط، وتكريما لإسهاماتهما في تعزيز المنظومة السياحية في إمارة أبوظبي. وتعكس هذه الإنجازات العديدة المهمة التي حققتها المنظومة السياحية في أبوظبي الجهود الدؤوبة والالتزام الراسخ بتعزيز مكانة أبوظبي على خارطة السياحة العالمية، التواصل للوجهات والمرافق العالمية التي تنفرد بها كل من جزيرة ياس وجزيرة السعديات، إرساء معايير جديدة ومبتكرة لصناعة السياحة والترفيه، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.